راح بلش مجموعة من الفيديوهات الخاصة بالجزء العملي المقرر للحساسات للسنة الرابعة هندسة الحاسبات والتحكم الآلي. وان لازم نوه انه مجموعة الفيديوهات هي ضرورية فقط للتدريب، وبتعطي فكرة عن العمل على برنامج المحاكاة بروتوس، وفيما بعد رح تعطينا فكرة عن بيئة أردوينو آي دي إي وتشغيل لوحة أردوينو ضمن برنامج البروتوس. لكن ما فيني أعتمد أنه مجموعة الفيديوهات هي كافية وتلغي الحاجة لجلسات العملي. أكيد هم في مناقشات وتدريبات أكثر خلال الجلسات، لكن هاي الفيديوهات هي فقط لدعم جلسات العملي. و يعني إذا الطالب مثلا في فكرة ما قدر يلاحقها خلال الجلسة يشوفها متنفسه أمامه هون بالمقاطع الفيديو. أول ملف أنه تعريف عن برنامج بروتوس، هو برنامج للمحاكاة، عمل الدارات الإلكترونية أو الكهربائية. بهذا الملف راح أتعرف شوي على بيئة البروتوس، راح بلش نفذ، راح ركب وشغل دارة بسيطة، راح أتعلم كيف أختار العناصر ضمن برنامج البروتوس ومجموعة الأدوات اللي بتيحها برنامج بروتوس. طبعاً شيء يعني ما راح نوصل لشيء متقدم حالياً، وراح ننفذ مثال محاكاة الدارة الكهربائية اللي احنا ركبناها. ايضا في عندي مجموعة من الامثلة اللي راح اعرضها. في بداية، برنامج بروتوس هو اداة برمجية لتركيب وتجريب ومحاكاة عمل دارات الكترونية او كهربائية. ايضا بيعطيني غير اني ارسم مخطط الدارة واعمل لها سيميليشن او محاكاة، فيها ايضا امكانية رسم الدارات المطبوعة printed circuit board وتصميمها وتجهيزها للطباعة على الفيبر مثلا. لكن نحن رح يكون شغلنا مقتصر على رسم مخطط لدارة ومحاكاة عمل هذه الدارة. بالبداية رح شغل برنامج البروتوس. طبعاً الملفات معمولة المتاحة لأطلاب معمولة على نسخة بروتوس 8.4، فهي نسخة تالية رح تكون متضمنة للعناصر المستخدمة في هالفيديوهات. مثل أي بيئة رح أعمل من القائمة فايل، رح أختار إنشاء بروجكت جديد. البروجكت رح أحدد المسار اللي رح يتم الإنشاء فيه، وأيضا رح أقول تخزين باقي الملفات اللي بيعطيني إياها البروتوس ضمن نفس المجلد. رح أعطي اسم لي البروجكت اللي بدي أنشئه، رح أقول له إنه بدي التصميم الافتراضي، ما بدي أي شيء من القوالب الجاهزة اللي بيعطيني إياها البروتوس. أيضا رح أقول له إنه أنا ما بدي أنشئ لوحة مطبوعة printed circuit board، وبالتالي لازم نشئ لي هذا الملف. أيضا في البداية راح يكون عندي البروجكت فارغ، فلهيك ما راح يكون في عندي أي فيرموير راح نضاف إلى التصميم اللي أنا عم أعمله. فيما بعد أنا راح أعمل أو راح أضيف لوحة أردوينو وأضيف البرنامج اللي راح نفذه، لكن بشكل يدوي وليس من قبل منشئ راح أقول البروجكت الخاص بالبروتوس. في النهاية راح يطلب مني أني أنهي هالخطوات وأحفظ البروجكت. طبعاً راح يطلع عندي البيئة المعروضة. باختصار هي منطقة العمل. عندي هون راح يكون مجموعة من هون شريط اللي فيه مجموعة من الأزرار. راح أقول أغلب شيء راح يحتاجه هو فقط للعرض وأدوات التوضيح الزوم،
والأدوات الأساسية اللي هي فتح وحفظ وإنشاء ملف جديد. أيضا راح يكون في عندي هون شريط فيه مجموعة من الأدوات اللي بيتيحها البروتوس، راح استخدمها خطوة خطوة. عندي هون مجموعة من الأزرار للتحكم بوضعية العناصر، ممكن دورها، ممكن أعملها ميرور إذا على مع المحور الشاقولي أو مع المحور الأفقي. راح أختار العناصر وضيفها إلى البروجكت لإيدي، عناصر المضافة راح تكون موجودة ضمن هاي القائمة. ملف البي دي اف المعروض هنا والباوربوينت المعروض يعني في خطوات عامة، لكن راح ننفذ مثال. أنا كمان بنضاف عندي هنا مجموعة الأزرار الخاصة بالمحاكاة، يعني تشغيل المحاكاة، إيقاف المحاكاة، عمل إيقاف مؤقت للمحاكاة، بعدين المتابعة، وهون في عندي بعض الحالات ممكن أعمل فيها تنفيذ خطوة خطوة. أيضا هون في عندي مجموعة من القوائم، في عندي شريط القوائم، طبعا بشوف القائمة فوق مثل العادة فيها الإنشاء والأوبن والسيف، وإذا في عندي شغلات سابقة أنا ممكن تكون معروضة عندي. عندي القائمة اللي بعدها view، هي خاصة بإعدادات العرض لمساحة العمل اللي عم اشتغل فيها، والقائمة edit أكثر شيء راح أختار أو راح استخدم التراجع وإعادة التنفيذ، undo وredo الاختصارات موجودة، وفي عندي الكت والكوبي لحتى قص أو أنسخ مجموعة من العناصر. ايضا راح مر على هذا الكلام، راح اشوف عندي هون لما بضغط على هذا الزر بعدين زر البيك ديفايس راح يطلع عندي مساحة راح اختار فيها العناصر اللي راح اضيفها الى البروجكت لإلي. راح اشوف انه فيني اختار الاسم هون، فيه معلومات عنه، في بريفيو او لمحة عن شكله كيف راح يكون بالبرنامج، وهذا اذا كان بنضاف عندي بشكل سيركت او برينتد سيركت بورد او كيف راح ينزل عندي على الدارة المطبوعة. أنا راح أضغط أوكي لحتى تنضاف العناصر كلياتها إلى القائمة هون. وهون في عندي مجموعة من الأدوات وهي راح استخدم جزء منها، لكن كمثال هون في عندي مجموعة من الأدوات القياس اللي راح استخدمها بتطبيقاتي. هون في عندي مثلا أدوات قياس ورسم، هون في عندي مجسات للجهد والتيار، هون في عندي إمكانية رسم أشكال ضمن مساحة العمل وكتابة نصوص. رح بلش هلا بتنفيذ مشروع بسيط هو دارة الموضحة في هذا الشكل. بشوف عندي بهي الدارة البسيطة عندي مقاومة، قياس تيار مركبة على التسلسل، ومجموعة من اللدات الموصولة مع بعض على التفرم. ايضا في عندي منبع تغذية و نقطة جي ان دي مشتركة لجميع اللدات. خلونا ننتقل الى برنامج البروتوس. برنامج البروتوس انا رحت على القائمة فايل وعملت نيو بروجكت، راح اسميه كيوكو مثلا، راح اخذ قالب ديفولت وما بدي انشئ ملف دارة مطبوعة، وما عندي اي فيرموير او برنامج راح اضيفه الى مشروعي. راح اخر شيء خلص، صار عندي البروجكت اسمه كيو. راح بلش اضيف العناصر. العناصر تضيفها راح اعمل كومبوننت مود واعمل بيك بالنسبة سبق وذكرت ان العناصر الموجودة عندي هي مقاومة ريزيستر. طبعا في عنا تشكيلة واسعة من العناصر، لكن انا عن حالي بحتاج اي مقاومة ممكن تشتغل معي. انتبه يعني تشكيلة واسعة. انا عن حالي راح اخذ الجينيريك، هي المقاومة العامة هتشتغل معي بكل محلات، إذا من قائمة ريزيستورز، الصب كاتيجوري
أو المجموعة الجزئية هي الجنريك، راح أختار هاي المقاومة. عم تشوف إنه هيك راح يطلع رمز ضمن البروجكت، وهيك راح يكون شكلها وهيك أبعادها في حال عملت دارة مطبوعة. حتى أضيفة بدي أنقر نقرتين، شوف إنه صارت موجودة عندي هون ضمن قائمة العناصر. لسه بدي مجموعة الليدات LED. LED موجودة عندي بالملف، موجودة ضمن المكتبة أوبتو إلكترونيكس. بشوف عندي هون مجموعة واسعة، بشوف عندي الوصف لكل قطعة يعني، لكن أنا عن حالي راح أختار أول شيء بدي ليدات مدونة بلو جرين، نقرتين على العنصر لحتى نضاف عندي ضمن القائمة. هاي هي العناصر اللي راح أجيبها. بالنسبة لمقياس التيار هو منبع الجهد، هذا راح أشوف من راح أجيبه. إذن هاي هي العناصر اللي بدي إياها بمشروعي، راح أعمل أوكي تصير العناصر موجودة هون. احتجت عناصر إضافية برجع على Component Mode Big Device وبرجع بدور على شيء وبضيفه إلى البروجكت. إذن هلا عندي أول شيء بدي أضيف هاي المقاومة إلى منطقة العمل. عن بس أشر عليها راح يصير في عندي إمكانية إني أضيفها. بنقر نقرة واحدة انضافت عندي. في عندي إمكانية حتى أدورها، في عندي إمكانية أعملها تدبير بالساعة أيضا باتجاه مع اتجاه الساعة عقارب الساعة وعكس عقارب الساعة. أنا هون ما راح يبين معي أمور الميرور لأنه المقاومة شكلها مستطيل بكل الاتجاهات يعني. راح أضيف العناصر، مثلا بحتاج ليد، شوف الاتجاه عندي المهبط نحو الأسفل. خلونا نعرض مثلا الميرور، إذا بعمله ميرور شوف كيف راح يصير عندي بالاتجاه المعاكس. راح أرجع أعمله ميرور عشان يكون عندي نفس الشكل الموافق للملف العرض. مثلا في عندي نقرة واحدة نضيفه، نقرة واحدة نضيفه هون موجود. حتى ضفت هلا الأربع عناصر. طلع عندي مقياس التيار. مقياس التيار في عندي هون مجموعة المقاييس، في عندي دي سي، شوف هذا هو شكله. خلينا نضيفه مثلا في هاي المنطقة. انتبه انه صارت الرسمة عندي بدأ اعادة ترتيب مثلا، فهل شوف كيف يحرك العناصر. ايضا بحتاج تغذية وارضي. تغذية من التيرمينال مود، تيرمينالز مود. في عندي الباور هو نقطة تغذية 5 فولت. هون التيار بالمحاكاة حاليا التفاصيل غير موجودة، وهي نقطة الجراوند وهي مشتركة لكل البروجكت. يعني إذا كان في عندي أكثر من جراوند كلاتهم يكونوا نفس النقطة. لحد هون فقط جبت العناصر، ضل إني وصل الرتبة ووصلها. بالنسبة للترتيب خليني أختار السلكشن مود لحتى أشر، وضل كابس عليه حتى أحركه للمكان اللي بحتاجه. بالنسبة لي التوصيل راح باخذ كبسة او ضغطة نقرة عند الطرف حتى اوصل الى الطرف الثاني، وهي النقرة الثانية يوصل الطين مع بعضهم. مثلا راح بلش التوصيل عندي انتبه نقطة التوصيل صار في عندها جونكشن او اللي هي عمليا النقطة اللي أنا راح أضيفها حتى أسبق أو فهم البروتوس إنه هاي دول النقطتين، هدول الخطين متصلين هون. أيضا طبعا في عندي ملاحظة، مثلا إذا احتجت أحذف خط مثلا راح أنقر عليه بالزر اليميني ديليت ببساطة شديدة. بالنسبة لي المهابط هاي أول شيء، بدي أثبت هذا الجزء كبسة، بعدين تابعت باتجاه
الصفر ايضا. هيك عمليا صارت الدائرة عندي نفس الدائرة نفس الدائرة الموجودة بهذا الشكل. طلع لي اختار الخصائص تبع العناصر، عندي هون مثلا 100 اوم لازم اعمله. كيف راح نفذ هذا الشيء؟ انا راح اعمل زوم اوت زوم ان حسب ما بحتاج. عندي هاي المقاومة وصل لها كبستين، رح يصير ادخل على خصائصها، اسمه ممكن اغير لها اياه، القيمة طبعا كي هي كيلو اوم، ار هي اوم، او بدون اي واحدة ايضا بيكون بيكون مخصوص فيها الاوم. راح بهذا الشكل راح اقول انه نوعا ما دارتي صارت جاهزة. اذا بتحبوا تحفظوا البروجكت في حال صار اي خطأ. راح احاول نفذ او شغل هاي الدارة من خلال الراند سيموليشن. راح اشوف عندي انه في عندي تشغيل للدات، وبالتالي هي الدارة عندي نوعا ما شغلت. في عندي مجموعة من التمارين راح انا هون بالتفصيل في الملف هون الديفايس مود السليكشن مود، وهون البيك ديفايس، هون كيف اخترت عنصر بحثت عنه، وهي مواصفاته، وهي اللدات اللي انا جبتها، وهي بالنسبة للمقاومة ايضا من وين اخترتها. وهون صارت عندي العناصر موجودة بقائمة العناصر بالبروجكت ليلي. هون جمعت العناصر خطوة خطوة، وهون اضفت الباور والجراوند الى البروجكت ليلي من التيرمينالز مود هون. وهذا هو الشكل اللي طلع معي. طبعا هون لسه ما كنت ضايف مقياس التيار، انا بدارتي ضفت مقياس التيار. هون عم شوف كيف عدلت قيمة المقاومة اللي حتى صارت 100 اوم 100 ار، وهون شغلت الدارة. في عندي مجموعة من الأدوات الإضافية فيني أحسن فيها العرض. راح اخذ من القائمة سيستم سيت انيميشن اوبشنز، ونوع من انواع التحسين اشياء اضافية للعرض فقط، وراح اخليه يلون لي التيارات والجهود الخطوط لكل جهد وكل تيار، وراح اشوف كيف راح يصير عندي تلوين بهذا الشكل. خليه ينفذه سيستم سيت انيميشن اوبشنز، اخلون بس اضطريت اعمل له ستوب حتى يطلع عندي هذا الخيار. راح اقول له انه لون لي الخطوط المختلفة والتيارات، الجهود المختلفة والتيارات المختلفة، كل سلك بلون حسب قيم الجهود. وبلاحظ عندي كيف ظهر عندي هذا الترتيب. هذا مثال على دارة بسيطة. طبعا فيني اضيف مثلا مقياس الجهد او المجس، هون مجس الجهد فيني نضيفه باي نقطة. راح اشوف مثلا فيني جزء دارتي الى جزئين، فيني اضيف مقياس جهد هون، خليني كمان ايضا اضيفه. خليني قبل ما تابع بالامثلة الثانية خليني اعمله لهذا الشكل، واضيف مقياس جهد ومجس ايضا. خليني اروح على البروتوس اعمل ستوب لحتى اقدر اضيف عناصر جديدة. بالنسبة لي الجهود في نضيف مثلا اللوجيك بروب، مثلا الفولتج بروب مثلا، خليني نقيس شو قيمة الجهد هون. في نضيف مقياس جهد هون عندي انا مستمر، مقياس الجهد هو على التسلسل او اخر على التفرع. ايضا الشكل عندي مضاف مقياس جهد تاني.
راح اجرب هلا، راح اجرب كيف راح يطلع معي التنفيذ، راح اشوف كيف في عندي قيمة تيار قيمة جهد. هنا هو الجهد على طرفي اللدات، وهذا خمسة لكن هو تحت الار. ضل عندي فقط قسم الدارة الى قسمين. في حالات تكون عندي الدارة معقدة وبالتالي بحتاج انه يكون عندي اجزاء الدارة موزعة بمناطق مختلفة من البروجكت، لكن يكون عندي التوصيل الى متاح. راح اعمله هو انه راح احذف لهذا الواير، وانا اذا نقرتين ايضا بالزر اليميني ايضا بيحذفوا الواير. راح استخدم هون شيء اسمه الديفولت. الديفولت هو عبارة عن نقطة بعرفها وبصير بقدر اوصل عليها باي نقطة بالبروجكت لإلي. فمثلا هون عندي هاي، راح اضيف هون ديفولت وهي ديفولت. كيف راح اعرفها؟ راح اعرفها باني اعطيها اسم مثلا A و B، وراح اوصلها هون، راح اوصلها لحتى اوصل هالطرف. مع هذا الطرف راح اضيف ديفولت ايضا، وانا هون راح بس اعكسه. سلك هون كمان مشان فقط اوضح انه ليس بالضروره يكونوا على نفس الازاحه او نفس المستوى. راح انقر على نقرتين وراح اختار انه هو موصول مع النقطه A او الديفولت A. ايضا راح اختار انه موصول مع B، وهذا الشيء بكافئ انه النقطتين صاروا مع بعض وهالنقطتين صاروا مع بعض بانه نفس الاداء تماما. هلا صار فيني احدد مجموعه من العناصر مثلا واخذها لوين ما بحتاج مثلا. ما تحدد معي كلات فقط، هي المشكله انه الكلات بتكون منتقل حسب ما انا بحتاج. رن هي ستوب، هي سيف، هي تراجع، كنترول زد حسب ما انا بحتاج، كلياته متاح عندي. فهذا مثال على تنفيذ دارة بسيطة في برنامج محاكاة البروتوس.